كإعلام نحبوا يصدر معلومة لما المعلومة اللي غادا تسيء للبلاد وتسيء لهذاك المواطن، مادام المعلومة هي في مصلحة المواطن وهي خدمة المواطن، ولا كانت هذه المعلومة غادي نجيبها باش غندمر أنا المواطن، فما الفائدة منها لما غادي نشرح وسط كاين الكلمات اللي كانت غادا وتعابير وعناوين اللي بعض الجرائد الأسبوعية كدير لك عنوان قلت لك لا ان اسبانيا تستعد عسكريا لمواجهه المغرب. هادشي ما داروش الناس، ما داروش الصحف الالكترونيه للاسف، ودارتو جرائد ورقيه التي كتخلص من العمل محترفه وانها تدعم لانها كتحاول تهز الدوله. مؤخرا البارح بالامس للاسف المسؤول على تنظيم ديال الناشرين وصف الصحافه الالكترونيه بالبلطاجيه، ثم وصف انها شبيهه بالزراعه المعيشيه. حنا كنردو عليه كنقولوا الا كنا بلطاجيه الوطن ديالنا، الا كنا بلطاجيه الدفاع على 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 المصلحه العامه الوطن، ولكن لسنا من يبتز الوطن. القانون ها هو والدستور فينا هو، القانون ها هو والدستور فينا هو. قد حج مجموعه من مدراء النشر من كل الحزبين وصوب المملكه المغربيه من اجل التعبير عن استنكارهم لما تضمنته بعض المقتضيات المتعلقه بقانون الصحافه والنشر، والتي نعتبرها مجحفه ومعيبه لانها تمس حريه ديال التعبير وتقود كذلك حريه الصحافه خاصه منها الالكترونيه. وخلال هذه الوقفه رفعنا مجموعه من التوصيات والمطالب، من جملتها احداث قانون خاص للصحافه الالكترونيه. لذلك فالمطالبه ديالنا بالخبره وهو اعاده الاعتبار لهاد الناس اللي تقريبا اكثر من 34 سنه او القوه التمثيليه للصحافه الالكترونيه بالمجلس الوطني، لان نرى ان هذا المجلس مكون من جميع الفئات الممارسه المجال ديال الاعلام بشتى وسائله باستثناء الوافد او المنبر الاعلامي الالكتروني. وشكرا.